على الفوز بالبطوله مروان، وبنقول لك الاجوان جايه جايه ما تقلقش لسه كتير قوي. والشيخ او الشناوي بيقول لك اهو يعني ما لسه جاي، اللي جاي كتير وباذن الله هتهدف وهتهدف، ده هدف منتخب مصر وربنا يكرمك في اللي جاي باذن الله. والاجوان في الاول وفي الاخر ده رزق من عند ربنا، وباذن الله النهارده انت عملت ماتش كويس جدا، وباذن الله القادم يكون احسن ليك باذن الله. الحمد لله طبعا زي ما تقول التوفيق وعدنا في الحمد لله، الواحد بيركز الحمد لله. النهارده كسبنا الحمد لله بطوله، برده بطوله الكاس، بطوله جبنا لجمهور النادي الاهلي الحمد لله، واللعيبه كلها كانت رجاله، وبشكر الجهاز الفني واللعيبه ومجلس الاداره طبعا على طول في ظهرنا. التوفيق ده من عدد التوفيق ده طبعا الواحد بيعمل عليه، والتوفيق بتاع ربنا، بس الحمد لله الواحد بيجتهد ودايما دايس في التمرين، وان شاء الله اللي جاي يبقى احسن ان شاء الله باذن الله. مليون مبروك يا مروان حبيبي، الله يبارك فيك. مكملين معاك كابتن ايمن، يمكن